احتفل التحالف المصري بالانتهاء من صبي آخر مكعب من الخرسانة المدموكة في جسم السد الرئيسي بتنزانيا واكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي والتي استمرت على مدار 687 يوما على تحويل مجرى النهر منذ ذلك الحين في 18 من نوفمبر من عام 2020. جاء ذلك في تقرير استعرضه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في إطار متابعته للمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد مدبولي اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته الدائمة بمتابعة هذا المشروع الذي يعد حلما للأشقاء في تنزانيا، وضرورة أن يقوم التحالف المصري بالتنفيذ على أعلى مستوى من الجودة.